معنا عبر الهاتف للتعليق على هذا الخبر العميد سمير راغب، رئيس المؤسسة العربية للدراسات الأمنية والاستراتيجية. سيد العميد، أهلا بحضرتك. أهلا بيك، صباح الخير سيمان، تحياتي. أهلا بحضرتك. أهلا بيك. إذا تعقيب حضرتك على هذا الخبر واستهداف الميليشيات الإرهابية في سوريا لهذه الأماكن تحديدا والمتعلقة بالنفط، خصوصا مع التقدم الذي يحرزه الجيش السوري. هو المستهدف في سوريا هو تعطيل استعادة الدولة السورية كامل التراب الوطني، والعمل على بقاء الفوضى، والموارد الاقتصادية هي يعني تمثل مثل الدماء بالنسبة للبني آدم. ففكرة ان تعطيل او قطع الأوردة يعني هي بتهدد حياة اي بني آدم، لكن الشعب السوري الحقيقة الدولة السورية لها تمتلك الكثير من مقومات البقاء والكفاح، واللي خلاها يعني تجاوزت مخطط ربما من أكبر ويعني أصعب المخططات اللي واجهت ما أطلق عليه دول الربيع العربي. سواء كان بوجود داعش كانت في مناطق شرق الفرات اللي هي كثيفة الآبار البتروليه، أو يعني معظم النفط السوري بيقع في مناطق شرق الفرات، أو حتى ما بعد داعش وجود ما يطلق عليه قوات سوريا الديمقراطية المدعومة أمريكيا في مناطق شرق الفرات، أو تهديد دائما أو حرق المحاصيل أو تفجير الأنابيب. هو مخطط واضح جدا، وكلما زادت انتصارات الجيش العربي السوري واستعاد سيطرة على الأراضي السورية وبدء عملية إعادة الإعمار والتغلب على آثار العدوان المستمر أكثر من 8 سنوات، كلما زادت العمليات الإرهابية سواء باستهداف بعض المناطق أو باستهداف آبار نفط أو أنابيب نفط. فالمخطط واضح تماما، سواء كان في سوريا أو في مناطق أخرى، يعني حتى في مناطق أخرى هنلاقي إن الجماعات الإرهابية على سبيل المثال في ليبيا، يعني جماعات إرهابية وجماعات إخوانية بتسعى دائما للوصول لمصادر الثروة ومصادر النفط، سواء كان للاستفادة بها أو تعطيلها. وده يعني اللي بيؤكد العمل الإرهابي إن هو إن لم يستفيد بعائدات النفط حتى يشتري به سلاح لقتل الشعوب، فهو بيدمرها بتعطيل الموارد الاقتصادية. وهو اللي بي يعني من يقف وراءهم من سواء كان من دول اجهزه مخابرات يعلموا تماما ان جزء كبير من الغضب الشعبي بيكون نتيجه العوامل الاقتصاديه او تراجع الدخل او عدم قدره الدوله بالوفاء باحتياجات الشعب في توفير حياه كريمه. واحيانا كتير بتكون الدول لا توفر حياه كريمه نتيجه عناصر خارجيه وعلى اساس الحروب والاحتراب الاهلي والعمليات الارهابيه. طيب سيادة العميد، فيما يخص مسألة استهداف المنشآت النفطية أو خطوط الغاز وإلى آخر ذلك من الأماكن الاستراتيجية أو المحاور الاستراتيجية في الدول، هناك إشارات أو دلالات يعني مهمة في هذه العمليات. أهم هذه الدلالات طرحها الكثير من الخبراء في مسألة أنه هي بتعكس التقدم الذي تحرزه الجيوش في هذه الدول وفي هذه الأماكن، وأن هذه المسألة هي ورقة أخيرة للميليشيات الإرهابية للضغط على الجيوش التي تقضي عليها في هذه الدول. نتحدث يعني هنا تحديدا عن سوريا طبعا في سياق الخبر، ولكن يعني هذا حدث في أكثر من دولة على مدار الأيام الماضية. طبعا هو الجيش العربي السوري والقيادة السورية نجحت تماما في القضاء على الإرهاب في على كافة اللي هو الإرهاب المسيطر على أراضي، يعني انتهى إلا في منطقة إدلب وما يتعلق بالشمال السوري اللي هو في الأكراد. وده يعني جزء يعني ربما متداخلة في تركيا، وطبعا تركيا بتقف وراء كافة الجماعات الإرهابية سواء كانت في سوريا أو غير سوريا. بالفعل كلما اقتربت معارك في منطقة وأخيرا معارك تحرير إدلب
الجزء الاخير المتبقي في نعم صحيح سوريا، وخاصة في هو يقع في المناطق الشمال الغربي من سوريا، فكلما زاد الاقتراب من استعادة الدولة استعادة الاستقرار القضاء على الارهاب يبدأ عمليات اللي هي تستهدف الاقتصاد تستهدف، وهي عمليات يائسة لأن السبب هو بيستهدف ما يطلق عليه سوفت تارجت، هدف يعني هدف سهل ما ليس هدف محصن أو هدف محمي. أنابيب بترول بتمتد يعني لمئات الكيلومترات، فدي بالفعل علامة على قرب القضاء على الإرهاب على الأراضي السورية، وعلامة على إفلاس الإرهابيين ومن يقف وراهم في إن هو أصبح بدلا من استهداف كانت جبهة النصرة تستهدف يعني أكبر الأهداف وأعظمها تحصينا، الآن أصبحت التنظيم الإرهابي اللي بيقف ورا الحادثة تستهدف أهداف سهلة. وفي الأخير يعني الرسالة للشعب السوري الالتفاف حول القيادة وحول الجيش العربي السوري، لأنه بيستهدف الشعب حتى يضعف عزيمة الشعب ويضعف إمكانيات الدولة في القضاء على ما تبقى منه. طيب سيد العميد، يعني في هناك أيضا دلالات أو ربما انعكاسات، يعني ليست دلالات، هناك انعكاسات من على هذه العمليات سواء على المجتمع الدولي والدول التي تراقب هذه المنطقة جيدا وتراقب ما يحدث فيها بشكل كبير، وأيضا الدول التي تدعم وتمول هذه التنظيمات الإرهابية. كيف من الممكن تفسير هذه الانعكاسات؟ وهل هذا التقدم الذي تحرزه الجيوش العربية ينعكس بالفعل على إدراك المجتمع الدولي لهذه التنظيمات الإرهابية؟ الحقيقة هو المجتمع الدولي بيكيل بمكيالين، وأخطأ خطأ كبير في ما أطلق عليه الربيع العربي، إن هو ساوى ما بين الإرهابيين وما بين الدولة المركزية، ساوى ما بين ما يطلق عليه نون ستيت أكتورز اللي هو الفاعل من غير الدول والدول نفسها الستيت أكتورز. يعني أنا ما براهنش كتير حقيقة على المجتمع الدولي، لكن أنا براهن على حاجة واحدة، أنك عندما تنتصر يحترمك المجتمع الدولي. نعم صحيح، يعني القوة على بدون تحقيق انتصارات، وده احنا شايفين ليبيا في حكومة موازية وجيش موازي، في العلم العالم يعلم جميعا أن برلمان تبرق هو البرلمان الشرعي، وأن الجيش الليبي الوطني الليبي هو الجيش اللي بيحارب الارهاب، ورغم ذلك العالم يعني بيتلكا، لكن عندما حقق الجيش الوطني الليبي انتصارات في مناطق من طرابلس، وهذا ما يؤكده الكثيرون في مساله انه السيطره على الارض هي التي تحكم المجتمع الدولي. اشكرك شكرا جزيلا العميد سمير راغب، رئيس المؤسسه العربيه للدراسات الامنيه والاستراتيجيه.